ميدانيا، أفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط قتيلين وتسجيل 3 إصابات في غارتين على جنوب لبنان صباح اليوم. وأفادت مراسلة الحدث بأن الغارة الأولى شنتها مسيرة استهدفت مركبة على الطريق العام بين بلدتي شقراء وميس الجبل في جنوب لبنان، كما استهدفت غارة ثانية دراجة نارية قرب قلعة دوبي في المنطقة ذاتها، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 بينهم طفل. هذا وكانت الطائرة الحربية الإسرائيلية قد أغارت على بلدة عيت الشعب في قضاء بنت جبال وعلى طير حرفة، كما استهدفت 3 مسيرات إسرائيلية بلدات الخيام ويارون والشيحين. ومن جهته أعلن حزب الله تنفيذه 2 عمليات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي في منطقتي المنارة وشتولة.